نعم يارا، من الواضح أنه حين كان يتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان كانت هناك المناطق الريفية، المناطق البعيدة عن المدن، لكن لأن المناطق الريفية صناديقها وأقلامها خفيفة وقليلة ويمكن فرزها بشكل سريع، لكن حين بدأت تفرز أقلام المدن الكبيرة وبدأ يتقدم كليتشدار أوغلو وهو ما أظهرته الانتخابات البلدية أيضا، حيث تقدم الحزب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية في تلك المناطق وفاز في 11 بلدية كبرى خلال الانتخابات البلدية. نحن نقف الآن في أمام مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، كما نرى هناك مظاهر احتفال. طبعا حزب العدالة والتنمية والحركة القومية يتشاركون مع بعضهم البعض، أنصار كلا الحزبين متواجدون هنا أمام هذا المقر. الانتخابات البرلمانية بعد فرز 90% من الأصوات تظهر تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 35%، والحركة القومية تجاوزت 10%، فيما الرفاه الجديد والاتحاد الكبير معهم تقريبا 4%. إذن تحالف الجمهور حتى الآن تجاوز 50% بحسب فرز 90%، نحو 90% من صناديق الاقتراع. لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية وهي الانتخابات الأهم، من الواضح أن أصوات الرئيس رجب طيب أردوغان تتراجع. من الواضح أننا نذهب إلى جولة ثانية في 28 من هذا الشهر، لكن هناك تغيرات لابد أن ألفت إليها، وهو تغير مهم ومهم جدا، هو أن الماكينات الانتخابية المتحالفة مع الأحزاب سواء مع حزب العدالة والتنمية أو مع حزب الشعب الجمهوري ومرشحه كليتشدار أوغلو كمال كليتشدار أوغلو، هناك شيء مهم يرى في هذا الأمر، أن الماكينات الانتخابية كانت تعمل بقوة وبقوة كبيرة لأن أحزابها كانت مشاركة في الانتخابات البرلمانية. لكن الآن انتهت الانتخابات البرلمانية، فهل ستستمر هذه الأحزاب بتشغيل ماكيناتها الانتخابية لدعم المرشح سواء الجمهور أو سواء حزب العدالة والتنمية؟ هذا ما ستظهر، هذا الأمر سيؤدي إلى خفض عدد المقبلين على صناديق الاقتراع في الجولة الثانية، حيث الماكينات الانتخابية تحتاج لإمكانيات ضخمة، تحتاج لإمكانيات مالية، لإمكانيات لوجستية. هل ستخذل هذه الأحزاب المتحالفة مرشحيها أم لا؟ معادلات جديدة ستظهر بشكل كبير في جولة الإعادة. واضح أيضا في ملاحظة ثانية من خلال النتائج أن أصوات محرم إنجا على الأرجح، وكما قلنا يوم انسحب محرم إنجا، ستنقسم إلى 4 أقسام، قسم سينكفئ، قسم سيذهب لتحالف الجمهور، قسم لا سيذهب لكليتشدار أوغلو، لكن القسم الأكبر واضح أنه ذهب لسنان أوغان. سنان أوغان كانت استطلاعات الرأي تقول أنه سيحصل على 2%، فإذا به يحصل على 6%، وهو الذي دفع بهذه الأصوات إلى جولة الإعادة، وأن الأصوات كليتشدار أوغلو أو أردوغان ستقترب إلى 47 و48%، أما 5 و6% فهي التي دفعت إلى الجولة الإعادة الجولة الثانية.